ماذا حملنا نحن من عجيمة علي بن أبي طالب؟ ماذا حملنا نحن من عزائم أبنائه؟ تصور أبناء اللي ربونا تربية أرادوا من وراءها أن ندرس الظرف اللي نعيشه، إذا ما نحصل على جهاد في سبيل الله نحصل على جهاد في سبيل العقيدة، نحمل الفكرة، الكلمة الطيبة، الوعي. أرجوك أكو مكتبات ضخمة هنا، مكتبات ضخمة أنا أعرفها هنا. أنا سألت جماعة، الجماعة اللي هيئوها، تقولوا مش قد عدد المطالعين؟ قالوا ماكو شيء، ماكو، يو يجينا واحد يو اثنين يو ما حد يجينا. طيب ليش؟ ليش يعني ما أعرف. يعني أنت الآن أنتم ملاحظين هالظاهرة، تمشون سنويا إلى الغرب، تروحون حتى من يركب بالسيارة وباي اللي تحت الأرض، نعم بيده مجلة أو بيده كتاب أو بيده قرأ، يقرأ يقرأ وقت مملوء، ما عنده وقت خالي بيه فراغ، لأن الذهن عنده قدرة على الاستيعاب. املأ يا أخي لهالذهن، املأ، وين تلقى أنت كنوز تملأ بها الذهن أفضل من كنوز آل محمد؟ ما تلقى كنوز. أكو كلمة والله للملا صدرة قدس الله روحه، يقول أنا طلبت هذا العلم، يقصد به الفلسفة، 60 سنة حتى أصبحت خريج هذا الفن غير مدافع، ولكن بعد ذلك لما اطلعت على أقوال أهل البيت وجدت جميع ما حصلته مبثوث بين أقوالهم. يا ريتني من الأول متجه إلى أقوالهم بدل أن أتعب ذهني هذا التعب. وفعلا فضلت الآن اقرأ كل فصل إلى علاقة بالحكميات الواردة عن أهل البيت، بالأدبيات، بالأخلاقيات، تجد كنوز لا حدود لها. منو من عندنا يعرف عن هذه الكنوز شيء؟